السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نعمل المأذنة او بيسموها المنارة. المهم يعني اركتكتشر، اقول له انا عايز ارسم وول، ارسم الوول من ليفل 1 لليفل 3 مثلا، وبعدها كمان 3 متر. ده كده مبدئيا يعني كده بنسمي الله، وبعد كده نبدأ نشوف التفاصيل بتاعتها تبقى عاملة ازاي. طيب اهوت مثلا بالشكل دوت، ده مثلا 2400، وده برضو خليه 2400 بالشكل ده. طيب دوت هقول له اتاش البيز بتاعي للسقف بالشكل ده، تمام. طيب ممكن تعمل له باب هنا بحيث ان الراجل يدخل، وبعد كده كان في مثلا سلم جانبي يطلع منه، ايا يعني يكن، يعني زي ما انت عايز تظبط الراجل بتاعك، تمام. طيب ممكن مثلا نعمل حيطه تانية تكون أصغر، ماشي. هقول له مثلا عايز أرسم وول، والوول دي هتبقى في ليفل 3 وهتبقى خليها 4 متر. البداية بتاعتها ليفل 3 3800، ودي مثلا خليها 5000، تمام. طيب أبدأ أقول له أنا عايز أرسم الوول، بقول له انا عايز الوول دي يبقى فيه اوفست مثلا 400، عايزها اصغر، سالب 400 بالشكل ده. طيب انا محتاج بقى ان انا اوصل من هنا لهنا، تمام. فهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، وهقول له انا عايز ارسم وول. طيب الوول ديت هقول له انا عايز بيك بلان تحط هنا كده. طيب هقول له انا عايز تعمل لي سويب اهوت، وبعد كده هقول له سكتش باص، انا عايز ابدا ارسم الباص بتاعي. تمام اهوت، وبعد كده هقول له ايديت بروفايل. ايديت بروفايل يفضل بقى ان انا ايه اجي كده جهه من الجهات، اقول له انا عايز ارسم بالشكل دوت، تمام. واقول له موافق موافق، ابدا ارسم هادي بالشكل دوت، تمام. طيب انا عايز اعمل مثلا اي زخرفه هنا فوق، فاقول له انقل لي الزد تحتك هنا لهنا، واقول له انا عايز ارسم على المسطح اللي فوق دوت، وهقول له برضه نفس الفكره انا عايز اعمل سويب، واقول له سكتش باص وقرب وقرب من هنا كده. وبعد كده هقول له انا موافق، اديت بروفايل، وتبدا ترسم بقى اي زخرفه انت شايفها. يعني ممكن مثلا ترسمها بالشكل دوت، عايز ترسم خطوط منحنيه مفيش مشكله اهو مثلا بالشكل ده، طيب. بعد كده مثلا عايز تحول للشكل الدائري، محدش يقدر يقول لك لا، هتقول له كرييت، تمام، وهتقول له سيت، هتقول له توب كرييت، وتقول له انا عايز ارسم مثلا اكستروشن بالشكل الدائري اهوت في النص بين ده ودوت. ممكن ترسم خط كده وتلغيه، تقول له انا عايز داير هنا في النص، وتقول له دي ماشي، هو خلاها 1000 ماشي. لو قلت له ابدا دلوقتي يقول لك لازم تلغي الخط، فاحنا من نفسنا كده نلغي الخط عشان ايه ما يعلوش صوته علينا، تمام. بعد كده بقى ممكن ترسم بقى اي زخرفه تانيه على الشكل دوت. خلينا نرسم زخرفه مثلا، هقول له كرييت، وهقول له انا عايز اعمل سويب، اقول له انا عايز اختار بقى الخط دوت والخط دوت، هو حطهم تحت، تمام. ممكن اقول له امسح، اقول له ست، يعني التظبيط بست، يعني هي كلمتها اللي بتمشي، تمام، عشان ما حدش يسأل. اقول له هنا هنا، تمام. وتبدأ بقى تقول له انا عايز بقى ارسم البروفايل بتاعي،
تمام، اي شكل بقى انت عايزه، انت مثلا شايف ان في نقشة معينة محتاجها، اي حاجة. مثلا حاجة بالشكل دوت، مثلا او بلاش دي، خلينا ايه، بعد ما رسمنا بالشكل دوت ممكن نروح مثلا راسمين حاجة هنا، تبدأ تلف حوالين حاجة تكون بسيطة شوية، تمام. او خلينا نرسم مثلا دايرة صغيرة كده، اقول له بلنت وهقول له الجزء اللي تحت ارسم لي دايرة هنا، ايوه، اقول له اس سي واختار ديت، وبعد كده هقول له ادي التوب اس سي سناب سيركل، واقول له بالشكل دوت، واقول له وصل بينهم، فيبدا يوصل لي بينهم بالشكل دوت. مثلا تقدر تتحكم بيها زي ما انت عايز. طيب خلينا، انا عايز ارسم هنا شكل يلف حوالين الخط دوت، تمام. فخلينا مثلا اجي هنا الليفل 3 في عند هوت، هنا ممكن اروح ارسم جريد تاني اسهل على نفس الشغل، او ريفرنس بلين من هنا لهنا وادي له اسم، وليكن مثلا نسميه مثلا ريفرنس بلين، انا هنحرك نفسنا ليه، تمام. طيب اجي هنا عند ريفرنس بلين دوت، وهقول له انا عايز ارسم الريفولف، تمام. طيب الريفولف لازم اقول له انا عايز ارسم مثلا على دوت اهو، فهنبدأ نرسم هنا اهوت، وبعد كده نرسم القوس بتاعنا بالشكل دوت، بيقول لي حدد الاكس، او الاكس اهوت موافق بالشكل دوت، تمام. طيب تعال نشوف ال 3D حاجة بالشكل دوت. ده بقى ممكن تقول له مثلا ايه التوب، وتصغر التوب بتاعك على قد ما تقدر، يعني تخلي ده مثلا 150 مثلا، موافق، فيظهر عندي المسجد بالشكل دوت. طبعا ده شكل مبدئي، ممكن تبدأ تشوف ايه الستايل اللي انت عايزه، ممكن تبدأ تظبط تحط باب هنا مثلا، او تحط باب تحت، بس الافضل طبعا فوق، وهكذا. خليني اقول له فينيش موديل.